الأمور كلها يعني تمناها، منفذ الشلامشة، منفذ صفوان. نتوقع إن شاء الله هذه السنة يعني يكون عندنا تفويج عالي من منفذ صفوان خلاف السنين السابقة. بالنسبة لمنفذ الشلامشة، الاستعدادات كلها كاملة من قبل الدوائر البلدية والبلديات والماي والمجاري وجميع دوائر محافظة البصرة اللي هم مشاركين، دوائر النفط، دوائر الكهرباء. الحمد لله الجميع أبدوا استعدادهم يعني للمشاركة بهذه الزيارة. إن شاء الله هذه السنة راح يشوفون زوار أبا عبد الله الحسين اختلاف جذري عن السنين السابقة من تنظيم اللي راح يدعم المنافذ. كذلك إحنا عندنا يعني خطة كاملة لدعم زوار أبا عبد الله الحسين من الفاو لآخر نقطة خروجهم من محافظة البصرة، من هيئة المواكب، من التنظيم، من طريقة يعني رفع النفايات اللي هسه هذا الطرق اللي يسلكها الزوار. نعم. راح تكون يعني شيء إضافي لهذه المخلفات وكذا. إن شاء الله كلها خطة متبعة ومدروسة، وحاليا احنا هسه يعني بمنفذ الشلامشة لوضع آخر لمسات الخطة اللي راح تطبق إن شاء الله بحق القوتة باكر. والله لحد الآن أكو يعني تفويج بالنسبة عن طريق الفاو، جاي تجي محافظات وتبدي مسيرها من النقطة يعني نقول راس البيشة هم يعني يسمونها بها، فأكو موجود تفاوض. بالنسبة لمنفذ الشلامشة الحمد لله أكو ضوافد بس لكن مسيطر عليه، يعني حاليا حركة السيارات، حركة المنشآت للنقل كلها مسيطرة عليها الحمد لله والشكر. بكرة تبدي يعني الحملة مالتنا الرسمية، راح يكون عندنا يعني كادر متخصص بالمنفذ، مو لوجستيك، لا راح نكمل يعني نسوي له كم يسكن المنفذ، يبقى على مدار 24 ساعة بواقع 3 شفتات عمل، آليات زائد كادر بشري.